أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 24-2024 حول اعتقال وحجز الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع والباحث الجزائري رؤوف فراح على خلفية قضية الطبيبة والناشطة الجزائرية أميرة بوراوي. واعتبر الفريق الأممي أن ما تعرض له بن جامع وفراح من اعتقال واحتجاز هي ممارسات تعسفية وفقا لكل التصنيفات التي حددتها الهيئة المعنية بالمعاينة لهذا الملف. نتابع. أولا المسجونين تاع الرأي هذه أكذوبة القرن. أكذوبة القرن في نظر الرئيس عبد المجيد تبون معتقل الرأي. يؤكد غير ذلك فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، فقد أصدر قراره رقم 24-2024 بشأن اعتقال وحجز الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي. الفريق الأممي عد ما تعرض له بن جامع وفراح من اعتقال واحتجاز ممارسات تعسفية وفقا لكل التصنيفات التي حددتها الهيئة المعينة لملف القضية. يتعارض ذلك مع المواد 3 و9 و11 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و14 و15 و19 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. يشير فريق العمل إلى أن السلطات القضائية في الجزائر انتهكت المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للمتهمين، وأن ذلك يتجاوز حالات معدودة للعشرات تخفض سقف الحريات في البلاد. مستوى ذاك السقف دنا من أرض الجزائر أكثر من أي وقت مضى في نظر المراقبين في عهدة الرئيس تبون دون غيره من الرؤساء، وبات نشر تدوينة على أي منصة من وسائل التواصل الاجتماعي يثير الخوف في نفوسهم وفق توصيف المقررين الأمميين في زيارتهما إلى البلاد العام الماضي. الجزائريون يعيشون في مناخ يطبعه الخوف أشبه ما يكون بالسجن المفتوح وفق المقرر الأممي كليمان فول. في ذلك المناخ المغروس في قلوب الجزائريين منذ سنوات يريد النظام إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وأن يختار الجزائريون من يكون رئيسهم وينطق على لسان شبانهم الرئيس تبون بأنهم هم من رشحوه، وألسنتهم وفق مراقبين معقودة بالمادة 87 مكرر وأخواتها من قانون العقوبات منذ سنين. لمناقشة هذه القضية أسعد باستضافة الأستاذ سفيان شويتر المحامي والخبير في القانون الدولي معي عبر خدمة سكايب من مونريال بكندا، كما أسعد باستضافة الأستاذ مصطفى بن جامع الصحفي الجزائري المعني أحد المعنيين بهذه القضية معي عبر سكايب أيضا من مدينة عنابة شرق الجزائر. نطرح السؤال على المعني بالأمر قبل أن نذهب أستاذ فيان شويتر لشرح هذا الرأي وما الذي حدث ومحاولة فهم كل هذه القضية. أستاذ مصطفى بن جامع أرحب بك مرة أخرى، ما الذي يعنيه ما جاء في هذا القرار بالنسبة لك والأخ الباحث فراح؟ بالنسبة لي هذا فيكتوار سيمبوليك، انتصار رمزي وعبارة عن انتصار رمزي بالنسبة لنا، لأنه عكس ما تنص عليه الأحكام الجزائرية والأحكام القضائية الجزائرية. نحن لسنا مدنيين بل نحن هم الضحية، أنا وفراح وأيضا لست أنا وفراح فقط، لأن
بقيه ربما بقيه المتهمين لم يقوموا بالاجراءات اللازمه مثلي انا ورؤوف الراح، لكنهم ضحايا لنظام القضاء الجزائري مثلي ومثل فراح تماما. لماذا اللجوء الى فريق العمل التابع للامم المتحده؟ كان اللجوء لفريق العمل للامم المتحده عباره عن خطوة أولى، لأننا أيضا لم نستطع أن نتحصل على حقوقنا الكاملة في أمام القضاء الجزائري. يعني هل هناك إجراءات أخرى مسموح بها في القانون الجزائري، يعني استئنافات أخرى ما زالت لكم وربما لاسترداد هذه الحقوق؟ هل تم استنفاذها؟ نعم. هل أنتم فيها يعني؟ نعم، ما زالت هناك إجراءات أخرى أمام القانون الجزائري. نعم. فمثلا قمنا بالطعن بالنقد، سواء أنا أو رؤوف الراح أو باقي المتهمين، قمنا بالطعن بالنقد وما زلنا ننتظر قرار المحكمة العليا إلى حد الساعة. طيب وأود نعم. أن أذكر نعم. وأود أن أذكر فقط أنه هناك ما زال هناك ويقبع في السجن الجزائري شرطي حدود ليس له أي ذنب في هروب أمير أبو راوي، وهو حتى هذه الساعة يقبع في سجن نعم. بوصوف بقسم طيب ذكرنا باسمه رجاء. تجيد علي كان شرطي لم تجيد علي يوم خطأ. طيب أنا سأعود إليك في تفاصيل القضية، لكن قبل ذلك نذهب إلى الأستاذ سفيان شويتر حتى يفهم الجمهور الجزائري مشاهدين ما الذي تعنيه هذه القضية، اللجوء إلى هذه الهيئة هل هو شيء يجب أن يقوم به أي شخص تنتهك حقوقه في الجزائر أو في أي منطقة؟ يعني أعطينا تعريف لهذه الحالة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. بداية في هذه الآلية من آليات المجلس حقوق الإنسان والمعنية بموضوع معين من مواضيع هي متعلقة بالاحتجاز التعسفي لا ديتونسيون اربيترار وفقا للقانون الدولي والفريق العام. هذا نشأته ما يسمى في السابق كانت ما يسمى بلجنة حقوق الإنسان، الآن تسمى مجلس حقوق الإنسان، وحدد ما هو الاحتجاز التعسفي بغض النظر، لأن القضية ربما البعض، وهذه من مذكرات الأجوبة الحكومة الجزائرية من بينها الحكومة الجزائرية في القضايا المعروضة أو وردت على الفريق، وهي دائما على أساس أن هناك في احترام الإجراءات والقانون الوطني إلى آخره، ولكن يذكرهم أن احترام الإجراءات والقوانين الوطنية مش معناه أنه محترم للقانون الدولي الملزم على تطبيقه من قبل الدولة ما مثلا الجزائر التي صادقت على الاتفاقيات الدولية عدة على مستوى منظمة الأمم المتحدة. قد يكون هناك قانون وطني يسمح، ولكن القانون الدولي لا يسمح. الفريق العام وضع خطة العمل تاعه وطريقة العمل تاعه. أولا مقارنة بعض الآليات هو لا يشترط استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية. نعم. يعني مثلا إذا اعتبرنا قضية مصطفى بالجامع والباحث رؤوف فراح، أعتقد أن القضية ما زالت مطروحة أمام المحكمة العليا. إذن هل يمكن يعني هل يمكن أنه يكون اللجوء إلى هذه الهيئة قبل استنفاذ كل يعني الطرق القانونية قضية الاستئنافات يعني؟ نعم الفريق العامل في كثير من قضايا كريم طابو مثلا على سبيل المثال، قضية الأولى بعد الحراك أو الاعتقال، قضية مسعود الفتيسي حول الراية الأمازيغية، يعني ما زالت مفصلت حتى المحكمة العليا بالقرارات تاعها وطرحت هذه القضية. هي خلافا لبعض الآليات كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فالفريق العامل مو شرط انك تستنفذ وسائل الانصاف الداخليه، وليس محدد المده. نعم. مده تقديم الشكوى. والفريق العامل
يهتم بكل سلب حرية بغض النظر التسمية التي تعطيها، سواء كانت مثلا توقيف تحت النظر لا غاردابي او الحبس المؤقت لا ديتونسيون بروفيزوار او انه شخص مدان نهائيا ويقبع في السجن او مثلا الاحتجاز الاداري الى اخره. اذا هو يهتم بكل عمل تاع سالب الحرية بما فيها الاشخاص مثلا لاسباب مثلا او بناء مثلا على قضية الامراض العقلية يتم وضعهم في المصحة العقلانية يختص، لأن هي عملية سلب حرية الشخص، ذلك الشخص اللي يقال أنه مريض عقلاني إلى آخره. إذن يهتم بهذا الوعد، وعلى خلاف الآليات الأخرى كمقرر الأمم المتحدة اللي هم تابعين كذلك لمجلس حقوق الإنسان، هم المقرر الأمم المتحدة ما يسمى يراسلوا بما يسمى بلا لتر ديليغاسيون، يعني رساله لا اعرف كيف الترجمه بالعربيه، مي سيت لا لتر ديليغاسيون هي عاده لي كونديسيونيل، يعني ما يفصلوش المقررين، هم يقولوا بلي فيه شكوى يقال يعني بتحفظ ان صح التعبير الى اخره. بالنسبه للقارئ الفريق العامل يتلقى الشكوى ويجمع كل المعلومات، يحيل مضمون الشكوى إلى الحكومة الجزائرية أو الدولة المعنية ويعطي لها مهلة شهرين لتقديم الأجوبة عن على الشكوى. بعد ما يتحصل على الشكوى الحكومة الجزائرية في خلال هذه المدة شهرين، يحيل النسخة إلى الشخص الذي قدم الشكوى، محامي أو شخص آخر، ليرد على الحكومة الجزائرية في خلال مدة أسابيع، عادة ثلاث أسابيع. هناك سؤال آخر مرتبط، هل يجوز اللجوء إلى هذه الهيئة؟ يعني أليس هو ضد قانون البلد؟ هل هو لجوء إلى جهة أجنبية لتشويه صورة البلد أو الطعن في القضاء الجزائري؟ هل يجوز لأي مواطن جزائري أن يذهب إلى هذه الهيئة؟ الجزائر عضو في الأمم المتحدة، وهي ملزمة بمقتضى الميثاق الأمم المتحدة اللي صادقت عليه الجزائر في سنة 1963 باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر الاتفاقيات أو الاتفاقية الأولى اللي تتكلم على الاحترام حقوق والحرية الإنسانية والميثاق الأمم المتحدة، وعليها أن تتعاون مع ما يسمى بالآليات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو خلق ما يسمى باللجنة حقوق الإنسان، اللي بعد التعديل أصبح يسمى مجلس حقوق الإنسان، والجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان، وهي إذن هذه آلية من آليات المجلس للجزائر عضو، وهي التي رشحت روحها طواعية ليش ملزمة واحد ما ألزمها بالآخري، وبالتالي لا يوجد نص قانون، لأنه وإلا عليها أن تنسحب من الأمم المتحدة فقط لا أكثر ولا أقل. إذا اعتقدت، وهي عمرها الجزائر عمرها في الأجوبة عمرها، يعني نقول لك صراحة، يعني بنكون منصفين، لم أجد جواب سواء أمام هذا الآلية أو الآليات الأخرى. الجزائر قالت بلي لا، نرفض بالعكس، الجزائر بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، هي وافقت ونشر الجريدة الرسمية الموافقة على أنه بعد الاستلفاء بالنسبة للآليتين الآخرتين له الحق المواطن أن يلجأ إلى هذه الآليات. هذا لأنه هذا السؤال، لأنه هناك تعتيم رهيب بالنسبة للمواطن الجزائري، هناك مغالطات وهناك تعتيم على هذه المعلومات، يعني بالنسبة للكثيرين وبالنسبة لامتدادات السلطة الإعلامية والسياسية، أي شخص يذهب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصفوه بالخبارجي، يصفوه بالخاين، يصفوه بأنه ذهب لاستعانة بالخارج على قضاء بلاده. لكن طرح الأسئلة بهذه البساطة حتى نسمع منك أنت المختص، وتتفهم المواطن الجزائري أن الجزائر تسمح لمواطنيها بأن يلتجئوا إلى هذه الآليات الأممية. سأعود إليك نعم، تفضل إذا عندك إضافة. لا ماشي، يعني المشكلة مش في المواطن، يعني في بعض الأحيان تلقى حتى بعض من رجال القانون، يعني قانونيين هم نفسه، يعني نشوف أول مرة لي في بعض الحراك هي قضية الفتيسي مسعود اللي رفعت أنا شخصيا إلى آخره، وكانت حملة وناس، وبعد حتى محامين، نقول لك صراحة بعض المحامين ربما ما يعرفوش إلى آخره، قال لك هذا تدخل في الشأن الداخلي، ولكن
معليش، لان لا يوجد هناك ما يسمى الثقافه حتى في كليات الحقوق، لا يدرسون هذه الامور الى اخره، وليس حتى في كليه المحاماه ما يسمى بالكونتونسيون انترناسيونال، المنازعات الدوليه الى اخره، لا تدرس في الجزائر على مقارنه في الدول الاخرى. ولكن بعد مرور هذه مده 5 سنوات لاحظت خلافا لبدايه الامر، الشعب المواطنين اكيد ما زالوا ناس لاسباب ايديولوجيه، لاسباب مصلحيه الى اخره، ولكن نقصد الناس اكثر استعدادا. انا نقول لك بالعكس بصراحه، أن المواطن العادي الذي ربما في بعض الاحيان ما عندوش حتى مستوى جامعي هو اكثر تقبلا للجوء الى الاليات هذه تجربه الشخصيه تاعي ليا فقط، يعني كل واحد عنده تجربه، هو اكثر يريدون اللجوء الى اليات اكثر من بعض اللي عندهم مستوى جامعي الى اخره. نعم. هذه تجربه شخصيه فقط. نعم. سعودي ليك استاذ سفيان شويتر، استاذ مصطفى بن جامع، على مستوى توضيح القضيه، يعني هناك خلط حتى عند الراي العام، وقد قرات الكثير انا، وهناك من اكد انه القضيه مرتبطه بالناشطه بوراوي، الطبيبة والنشطة بوراوي، لكن حسب الكثير من المحامين وتصريحاتكم أنه ملف القضية ووقايع التي تمت محاكمتكم عليها لا علاقة لها ببوراوي، هل ممكن أن تشرح للرأي العام هذا الجدل؟ نعم، بالنسبة لقضيتي مع الباحث رؤوف فراح، ليست قضية أميرة بوراوي. صحيح. لأنه حين تم اعتقالي بالنسبة في قضية أميرة بوراوي، تم فتح هاتفي النقال عن طريق القوة بالطبع وباستعمال التعنيف الجسدي. بعد أن تم فتح هاتفي النقال، تم اللجوء إلى مصادري الصحفية ومكالماتي وكل ما أقوم به من أعمال، ولهذه الأسباب تم إقحام أشخاص آخرين في هذه القضية، وتم خلق قضية موازية أو قضية عرضية كما يسميها المحامين. بالنسبة للقضية الثانية، لا تتعلق أبدا، بالنسبة لقضيتي أنا ومع رؤوف فراح، لا تتعلق أبدا بهروب الناشطة أميرة بوراوي، بل تتعلق لأسباب أخرى، وهي على حسب الاتهامات الرسمية للقضاء الجزائري، تتعلق بتلقي أموال من الخارج بهدف زعزعة أمن واستقرار التراب الوطني، وتسريب وثائق سرية ومصنفة بهدف المساس بمؤسسات الدولة. بالطبع هذه الاتهامات الخطيرة لا أساس لها من الصحة، لأنها في الحقيقة تتعلق بأعمال صحفية بحتة. بالنسبة لقضية استعمال العنف، أنا قرأت كثير يعني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مليح أنه أنت موجود معنا. يعني هل هذا العنف نستطيع أن نصنفه أنه عنف جسدي، أم ذهب إلى الضرب و الاعتداء، يعني حتى نفهمه، لأنه قيل كثير كلام حول هذه النقطة بالذات، يعني نحب نسمع منك مباشرة حتى ما تكونش في لها مزيدات. باش ما تكونش فيها مزيدات بالطبع. نحن كجزائريين بالطبع لا نرى أن بعض العنف الجسدي يمثل مساس بحقوقنا ربما، إلا أنه في الواقع وحسب التصنيفات الدولية وحسب ما يصنفه القانون الجزائري والقانون الدولي، هذه الممارسات عبارة عن تعديل. يعني باش نشرح لكم الأمر بطريقة أخرى، لم أتعرض حقيقة لعنف جسدي كبير أو شيء من هذا القبيل، لكن عندما رفضت فتح هاتفي النقال، وذلك بناء على الدستور الجزائري، المادة 54 من الدستور الجزائري التي تنص أن للصحفي الحق في حماية مصادره الصحفية حتى أمام أي جهة كانت، عندما رفضت فتح هاتفي النقال
وأيضا أريد أن أشير إلى أن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لم تكن تحوز على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية حين طلبوا مني فتح هذه النقل. فعندما رفضت رفضا تاما لفتح هاتف النقل تم وضعي أرضا مكبلة اليدين مع استعمال العنف، وتم استعمال أداة مفك براعي تونيفيس لفتح أصابعي وحتى يضعون بصمة أصابعي على هاتف النقل ويتم فتحه بهذه الطريقة. ما رأيك المحامي سفيان شويتر؟ أنا دائما كنت نسأل المحامين حول قضية ما تقوم به قوة الأمن عندما تكون راح المشتبه به في أي قضية أو قوة الدرك المختصة، قضية دخول المنازل، تفتيش المنازل، يعني تفتيش الهواتف، بدأ إجراءات بدون إذن من عند وكيل الجمهورية. ما هي الحدود اللي موجودة؟ لأنه حتى هناك جدل حتى هنا في أوروبا يعني حول بعض التجاوزات لقوات الأمن، وين هالحدود هنا؟ وهل يجوز لقوات الأمن أو الدرك أن تدخل إلى البيت تفتش هاتف، تفتش بيت بدون إذن من وكيل الجمهورية؟ شوف، الدخول البيت باستثناء حالة التلبس، عندما تكون هناك جريمة في نداء من البيت على اساس انه هناك جريمه، الاجهزه الامنيه يعني اللي سكون ابل لي اجون دابليكاسيون دو لا لوا ليس لديهم الحق الدخول الا باذن من مالك البيت. في قضيه التفتيش لا بيركيزيسيون الى اخره، للاسف القانون الجزائري لا يتواشى مع القانون الدولي الملزم على الجزائر. القانون الدولي لا يعترف بأعضاء النيابة العامة كسلطة قضائية باعتبار أنهم عندما مونك دو عنصرين، يعني لا يوجد فيهم، لا يتوفر فيهم عنصرين، هو عنصر ما يسمى بالاستقلالية المؤسساتية لانديبوندونس انستيتيوشنال. النيابة العامة ماهيش مستقلة من السلطة التنفيذية، بحيث أن المادة في القانون إجراءات جزائية نفسه يعطي لوزير العدل وهو ممثل السلطة التنفيذية يعطي تعليمات لأعضاء النيابة للنائب العام إلى آخره، هذا من جهة. ثانيا الموضوعية الأوبجكتيفيتي، النيابة خصم ماهوش محايد، ماهوش طرف محايد، هو خصم يتهم ذلك الشخص إلى آخره ويطالب بتوقيع عقوبة عليه، وبالتالي ماهوش القانون الأساسي للقضاء عندما وضعه كقاضي هو يخالف القانون الدولي، والعالم غير حتى القانون الفرنسي غير هذه المسألة. وبالتالي بغض النظر أن التفتيش جاء عن طريق النيابة، وأنا عندي جاوبته في هذه الآونة الأخيرة، والدولة الجزائرية مانيش عارف شكون اللي كان اللي يكتب الأجوبة، يريد على أساس أن وكيل الجمهورية هو قاضي وكذا إلى آخره، ولكن القانون الدولي واضح وضوح الشمس، يعني لا يعترف بالنيابة العامة كقاضي كسلطة قضائية إلى آخره، وخصم إلى آخره جهة اتهام لا أكثر ولا أقل، ومدعي كما هو مثلا في بريطانيا وزير العدل والمدعي العام. نفس الشيء بالنسبة لكندا والولايات المتحدة الأمريكية. بغض النظر إذا صادر عن وكيل الجمهورية أو صادر عن أو بدون حد، فإبطال هذه الإجراءات، وعلى القضاء أن لا يعتمد على الأدلة. أولا هناك انتهاك، لأنه إذا كان فيه انعدام الإذن صادر من السلطة القضائية فهو انتهاك لحرمة المنزل، يعني فيولاسيون دو دوميسيل. ثانيا أن ما يسمى بالأدلة التي استمدت من هذا العملية التفتيش فهي عملية باطلة، باعتبار أنه أولا مش موجود هذا الإذن، في حالة انعدام وجود هذا الإذن، لأن حتى إشكالية حتى في الجزائر في حقيقة الأمر وفصلت في القضاء في العالم. في الجزائر مثلا يديروا ما يسمى بالتفتيش الإلكتروني، يعني ياخذوا الكمبيوتر ولا التليفون المودرن، يعني السمارت فون، لأنه أصبح كمبيوتر وعبارة عن كمبيوتر إلى آخره، وهي في حياتك الخاصة إلى آخره، تعرض إلى المخبر للتفتيش، لأن هي عملية تفتيش ماهيش إكسبرتيز، ماهيش خبرة، هي عملية تفتيش، ويسميوها حتى هما بعد في الأوامر التفتيش الإلكتروني، ولكن على خلاف مثلا
في تفتيش المنازل لابد يكون حاضر في حالة مثلا نتكلم عليها. لازم يكون حاضر المعني في حالة عدم تمكنه من حضور يندب أو يعين من يمثله بحضور التفتيش، أو إذا كانت هناك استحالة في التفتيش وحضور المعني أو من ضابط الشرطة القضائية سواء من الأمن الداخلي أو من الدرك الوطني أو من الأمن الوطني، عليه أن يأتي بشاهد يعني واحد ما يكونش تحت سلطته الإدارية وإلى آخره يكون حاضر. ليش وضع هذه التشريعات؟ لأنه في الحقيقة الأمر يقدر واحد ضابط شرطة قضائية يحط لك أنا مثلا مخدرات يعني في عملية التفتيش، وندير لك ونوضع لك مثلا وثائق تاع تحريضية ولا كذا، ولا نحط لك مخدرات ولا نحط لك سلاح ولا إلى آخره، وبالتالي نقول لك أنا لقيت في البيت تاعك سلاح أو لقيت وثائق تحريضية أو مخدرات إلى آخره. لكن في نفس الشيء بالنسبة للمطروحة في الجزائر وهي عملية التفتيش الإلكتروني بدون حضور المعني، يعني لا أعرف وش يوضعوا، هل عندهم إمكانية ولا مش إمكانية في المخبر العين. إذن هذه مسائل في الحقيقة قانونية بحتة يفترض أن تكون فيها معارك لإيصالها بعد استنباط. من يراقب عمل قوات الأمن اللي هي مخولة بالحفاظ على الأمن؟ يعني قوات الأمن كل تبع للمديرية العامة للأمن أو تبع للدرك الوطنية اللي تتعامل مع المواطنين في هذه القضايا؟ لأنه كانت هناك قضايا تم اعتقال أناس من طرف الشرطة وبدون تهمة، وتم البحث عن تهمة فيما بعد، وهذه بشهادات محامين يعني، ومنشورة هذه الشهادات في مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الحالة أين يلتجأ المواطن؟ يعني إذا كان مجموعة ضباط أو مجموعة شرطة يشتبهوا فيك أو يعرفوك أن صحفي، فيأخذوك من الطريق ويبحثوا لكم بعد على أي قضية، ومن بعد ذلك تأتي التهم. وهذه روايات محامين يعني وليست أي ناس. شوف على دين نقول لك دائما القانون الإجراءات الجزائية يتوافق مع القانون الدولي. مثلا نعطيك على سبيل المثال عملية التوقيف، يلقي عليك القبض ومن بعد يحكمك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع ولا نهار ولا كذا، ثم يفرج عليك إلى آخره. المادة 9 الفقرة 1 من العهد الخاص بالحقوق المدنية، وهذه نزاعات ويصنفها الفريق العامل في الاعتقال التعسفي التصنيف الأول بدون سند قانوني. موش أنا وهذا أثارها يعني في عدة عشرات من قرارات الفريق في القضايا الجزائرية، ليس فقط أنه هناك قانون يسمح للضبط الشرطة القضائية أن يضعك تحت التوقيف تحت النظر، لابد من أمر قضائي باستثناء حالات التلبس، يعني يحكمك في حال تلبس أنت ترتكب جريمة، يعني ضربت واحد أو قتلت واحد أو سرقت واحد وهو يحكمك يعني في دقائق أو قريبة من ارتكاب الجريمة، هذه حال التلبس هذا استثناء. أن القاعدة العامة هو لابد أن يأتي بأمر قضائي. علاش الأمر القضائي؟ لأن الأمر القضائي هو ضابط الشرطة يروح للقاضي، يفترض نظريا أنه محايد ويحمي الحقوق والحريات الناس، أنه لابد يقول له بلي كاين هناك معطيات ويبينها للقاضي، هناك معطيات تسمح لي أني أضع هذا الشخص تحت التوقيف تحت النظر، يعني وهو مسلوب الحرية التوقيف تحت النظر بغض النظر سميه كما تحب، ولكن هذا سلب لحرية الشخص وأحقق معاه. قاد القاضي يرفض يقول لك يا أخي لا، يمكن أنك تحقق تستدعيه يجي يدير معه الاستشفاء ساعة ساعتين يروح يروح حب يزيل يجيك غدوة غير غدوة إلى آخره. أما أن التبرير أنه تسلب حرية ل 48 ساعة ما كانش، وهذا ما يقع في الجزائر في الحقيقة الأمر. لا هذا وقع لأنه نحكي لك على كونيسون ذكوز، يعني وقع للكثيرين ووقع لي أنا شخصيا. يعني 2014 تم توقيفي في الطريق العمومي قدام البريد المركزي واقتيادي إلى الكافينياك يعني مركز الشرطة، وبقيت هناك لمدة 6 ساعات، ثم أطلق سراحي بعد 6 ساعات بدون تحقيق أو بدون ولا شيء، يعني سلب الحرية لمدة 6 ساعات. ولما سألت علاه ولماذا، حتى الضابطة كان ضابطة كبيرة يعني في الكافينياك لم تعطيني أي إجابة في النهاية. هذا هو التعسف، لانه ما عندوش سند قانوني، ما كاينش سند قانوني علاش تسلب لي حريه، لا يحق لك ان تسلب الحريه. هناك شكوى للنيابه، اذا كان بعد مده زمنيه النيابه لم تتحرك
انا في الحاله هذه الماده 9 يعني هناك انتهاك للماده 9 1 وهي لابد من امر قضائي، والماده 9 فقره 2 وهو انك لازم يعلمك بمجرد الاعتقال ما هي الاسباب وراء الاعتقال تاعك، اني شكيت فيك، اني مشتبه كذا، سرقت ولا درت بيك بوكات ولا مانيش عارف، المهم السبب. بعد هذه الشكوى بعد مده زمنيه النيابه العامه ما يديروش، ما يحركوش، ما يديروا لها الحيل، معناه انك، لان القانون الدولي واش يقول لك؟ يقول لك استنفد وسائل الاسلاف الداخليه، ولكن ماكش ملزم انك تسنى الى الابد، يعني بعد مده زمنيه معينه يثبت، ولكن بدليل، يعني تقدم شكوى كتابيا عندك الدليل على ذلك، يعني ان وسائل الانصاف الداخليه غير فعاله وغير مجديه في قضيه، وبالتالي مباشره يمكنك ان تلجا الى مثلا اللجنه المعنيه بحقوق الانسان اللي تقاضي الدوله الجزائريه على اساس انتهاكها لهذه المادتين. خليني كاين حبينا لان ضروره، وهذه في الحق ربما نناقشوها في الموضوع، لان المسؤوليه لا تقع فقط على المحامين وعلى المدافعين حقوق الانسان، ولكن لابد من الطبقه السياسيه اذا كان حبينا نتناقشوا على فوائد هذه القرارات نناقشوها في بعد، يعني طيب أنا ندخل للموضوع، يعني لأن كل هذا يحدث في اطار جو سياسي وفي اطار فهم ل متخذ القرار في الجزائر لمعنى حرية التعبير ومعنى العمل الصحفي، ونحن نتحدث قضية مصطفى اللي هي يعني أسالت الكثير من الحبر. نشوف المنطق نتاع الرئيس الجزائري تبون حول هذه القضية، ولماذا يعتقل الناس بسبب آرائهم ولكن لا يعترف الرئيس ولا تعرف السلطة بأن هذه الاعتقالات مرتبطة بحرية الرأي وحرية العمل الصحفي. نتابع ما الذي قاله تبون. نفسها تعبر على روحها، ماناش مانع من التعبير، المتحضر عارض داك شغلك، ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك مرحبا قول، باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط، ما نجحوش هما ما ينجحوش الابواق تاعهم. هذه في قضية العمل الصحفي، هذا رئيس البلاد يعني هو اللي يعطي التوصيفات، يعني فاللي يتلقاوها من تحت يعني المستوى القضاء او المستوى قوات الامن راح يتلقاو كل هذا الكلام على انه اشارات. يعني ماذا عن قضية حرية معتقلي الرأي؟ هل هناك هذا المصطلح معتقل رأي في الجزائر؟ نستمع أيضا للرئيس الجزائري ماذا يقول. حجوجة بار كونفيكسيون سي با دوجوردي، ما كانش سجين الرأي، ما كانش سجين الرأي، تعطي رأي معاكس على الرأي نتاع السلطة ولا كذا تدخل، هذا ما نهبطوش لهذا المستوى، ولكن اللي يمس بالامن العمومي ويبغي يحتل الامور بالدراع واللي يشتم ويجرح ويخلق بلبله في البلاد، هذا ماهوش حريه التعبير، هذا دي حريه التخبير، التخريب، حريه الشتم، حريه الكلام، هذه ما تبقاش. اللي قلتها مرارا، الديمقراطيه تتبنى بحريه التعبير الحقيقي، حريه التعبير. أستاذ مصطفى بن جامع، ما حدث لك وللباحث فراع يدخل في هذا، هو رانا في هذه الأجواء وفي فهم السلطة للعمل الصحفي وأيضا حرية الرأي وحرية التعبير وأيضا العلاقة مع الخارج، العلاقة الطبيعية يعني في خلال العمل الصحفي، ما رأيك فيما كنت تستمع إليه؟ بالنسبة للمقطعين لرئيس تبون، هناك مقطع آخر أثار انتباهي عندما كنت في السجن ورأيته وأنا في السجن. كان الرئيس تبون آنذاك يقول أمام الصحافة الوطنية وفي القناة الوطنية التي تبث في السجن،
انه كل شيء تسامح الا الصحفي الذي يلعب دور حصان طرواده باش يمس امن البلاد. هذا ما يتسامحش ابدا. وكان هذا كنت اظن وكنت ارى وما زلت ارى ان هذا عباره عن تدخل صارخ ووضيح للرئيس في القضاء الجزائري. يعني القضيه كانت ما زالت اثناء التحقيق وقيد التحقيق، وكانت التهمه الموجهه احدى التهم الموجهه اليه هي تلقي اموال من الخارج بهدف المساس بامن وطني. وقام رئيس الجمهوريه بالمساس باحد المبادئ في عمليه التقاضي. نعم 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 اهم مبادئ عمليه التقاضي. يعني نعم احد مبادئ اهم مبادئ عمليه التقاضي وهي سريه التحقيق اولا، وثانيا التدخل في شؤون العداله. يعني كان يمد اوامر مباشره للعداله انهم هذا الشخص مثلا ما يتسامحش وما لازمش يتسامح. اصلا انا ما كنتش بحاجه باش نسامح لانني لم ارتكب اي جريمه واي ذنب، لست مذنبا باي شيء. اما انه يقول لانني احد الصحفيين، كان هناك في الوقت الحالي كان صحفيين، انا وصحفي احسان القاضي الذي ما زال يطبع في السجن، كنا متهمين بتلقي اموال من الخارج بهدف المساس بامن الدوله. انه رئيس الجمهوريه شخصيا يمد تعليمه، نعتبرها انها تعليمه الى القضاء، انه هذان الشخصان ما لازمش تسامحوهم، يعني لازم عقوبه صارمه ومثاليه لهذان الشخصان. هذا يعني تخطى كل حدود وكل مبادئ. هل تعتبر نفسك يعني انت كنت سجين رأي؟ بالطبع كنت سجين رأي، لانني لم اولا لم يتم اعتقالي، ربما تم اعتقالي اولا ومبدئيا بسبب قضية أميرة بوراوي. الا انه اتضح أثناء التحقيق الابتدائي أنه لا علاقة لي بقضية هروب أو خروج أميرة بوراوي من التراب الوطني، لأنني لم أقم بمساعدتها بأي شكل كان. يعني تم اعتقالي لأسباب أخرى، يعني ربما كنت أزعج السلطات نوعا ما، ولهذه الأسباب تم إقحامي في هذه القضية الأولى وخلق قضية ثانية. والقضية الثانية أسبابها واضحة، كتبت 54 مقال صحفي، 54 مقال لمنظمة Global Integrity، المقالات الصحفية تتعلق بالشفافية والديمقراطية، مؤشرات الشفافية والديمقراطية بالجزائر والنظام الجزائري، يعني لأعمال صحفية وهي لم تكن ممنوعة في ذلك الوقت، يعني ما قمت به لم يكن ممنوعا. العمل مع مؤسسات أجنبية كصحفي جزائري ليس ممنوعا، لم يكن ممنوعا، أما الآن تم منعه في أوت للعام الماضي أظن، تم تعديل قانون الإعلام، وتم منع التعامل مع مؤسسات أجنبية دون اللجوء إلى الاكريديتاسيون من عند وزارة الترخيص. نعم، ماذا عن قضية، يعني لو في دقيقة بالنسبة لي في الراحة، هل كانت نفس التهم؟ اسمحني كمل. نعم كمل. بالنسبة للترخيص، الآن حين تم تعديل قانون الإعلام، العمل لصالح مؤسسة أجنبية بدون ترخيص يعاقب عليه القانون الجزائري، وهو القانون العضوي للإعلام، يعاقب عليه بغرامة مالية من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم فقط دون حبس. أما ما قامت به السلطات الجزائرية بإقحامي في هذه القضية وسجني من أجلها يتنافى مع القوانين الدولية والقوانين الجزائرية حتى، لأنه في ذلك الوقت كان هناك فراغ قانوني
لا يتضمن عقوبات بالنسبه للاشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسات اعلاميه اجنبيه. هل كانت هي نفس التهم لاكاديمي فراح؟ بالنسبه للاكاديمي فراح سافصل ما قام به. ليس لدي حساب بنكي بالعملة الصعبة. إذن عندما قمت بالتعامل مع مؤسسة أجنبية وهي مؤسسة أمريكية وقمت بالعمل حتى أتلقى يعني المرتب كان يعني كان يلزمك واحد عنده 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 يعني أكاونت في الخارج. نعم. إذن طلبت منهم أن يدفعوا لي أجري عند على حساب رؤوف فراح وأن يعطيني هذا المبلغ المالي شخصيا. واضحة المعلومة، ونشكرك على الدقة في هذه المعلومات حتى تدحض الكثير مما قيل يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ سفيان شويتر، أنا أفكر في هذه النقطة، لما رئيس الجمهورية يصدر الأحكام وقعت مع كثير من الصحفيين يعني أنه يوصف هذا بالخبارجي وهذا يتعامل مع الخارج، هذا ما هو سجين رأي، هذا والقضية ما زالت في قيد التحقيق، يعني هل هي إشارات؟ كيف نصف هذا الفعل؟ شوف، هو تصرف المسؤول تاع شخص لا يستاهل اصلا لقب رئيس الجمهوريه، سي ان اكسيدون دو ليستوار، اصبح ما يسمى برئيس الجمهوريه رغم انه لا يفقه في مبدا الفصل ما بين السلطات، هذه مبادئ دستوريه يعني ليس فقط في العلوم السياسيه الى اخره، وما يفهمش حتى رغم انه خريج المدرسه الوطنيه للاداره ومارس ما يسمى بالاداره، ما يعرفش حتى واجب التحفظ يعني اوبليغاسيون الدريزاف، لأن القضية ما زال ما فصلوش فيها نهائيا القضاة، عليه أنه لا يتكلم في هذه الأمور لكي لا يخلق الانطباع على بيرسيبسيون، وهذا هو العالم السياسي، السياسة هي الانطباع، هي لا بيرسيبسيون، تتكلم أنت تدي خطاب سليم تخلي لي انطباع، يا يعني إما انطباع جيد يا إما انطباع سلبي، هذه هي العمل السياسي، أنك تترك الانطباع على أساس أنه بما انك لديك انت صلاحيات، انت هو اللي تعين القضاة وانت هو اللي تنحم وانت رئيس المجلس الاعلى للقضاء الى اخره، من هو الذي القاضي خاصه القاضي الجديد او اللي مازال محتاج الى يعني كارير حب يتمنى ان يصل الى المحكمه العليا الى اخره، شكون هو القاضي الذي يفكر ان يتخذ قرار يعارض ما قاله الرئيس الذي هو صاحب الترقية وصاحب كذا والتعيين إلى آخره، وبالتالي تخلق هذا الانطباع وشبهة وتخلق شبهة على تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، يعني لو كان هذا يحاول يساعد على الأقل يساعد من يدافع عن النظام في المحافل الدولية يغلق فمه ويقول يسألوه على قضية عليه فقط جواب يقول بلي القضايا ما زالت مطروحة أمام القضاء والقضاء هو اللي يفصل بكل. طيب حتى نربح شوية الوقت ويعني نستفاد من وجودك معنا أستاذ سفيان، ماذا عن قضية التنكر لوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، تنكر لوجود تجاوزات سيدي نسميها تجاوزات، تنكر لوجود سجناء رأي، مع أن كل محامين في الجزائر يتحدثون عن سجناء رأي، ما تفسيرك لهذا التنكر أيضا، وكيف يضر أيضا بحرية إبداء الرأي في الجزائر؟ لا، شوف التنكر هذا يتعمد بسياسة الهروب إلى الأمام، هذا أولا ليس لديه الشجاعة مراجعة نفسه ومراجعة سياساته ومراجعة التشريعات إلى آخره لإعطاء صورة أحسن بالنسبة للوطن، الذي يشتكي ليس لديه هو الذي يلطخ صورة الجزائر، من يعتدي على القوانين الجمهورية بما فيها الاتفاقية الدولية عندما نشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني، من ينتهك هذه القوانين هو الذي يلطخ صورة الجزائر وصورة المؤسسات الجزائر. الهروب هذا في الحقيقة ليس معناه، وفقط أني قلت لك يخلي الانطباع لأنه هذه سياسة الهروب للإمام، انعدام الشجاعة للمراجعة، لأن القرارات واضحة
نعطيك على سبيل المثال قضية مصطفى بن جامع ورؤوف فراح، الفريق العامل وهو التصنيف الثاني لأنه عنده خمس تصنيفات، الخمس يعتبر هذه العملية الاعتقال وسلب الحرية جاءت على أساس أنهم صحفيين، يعني صحيح. فقط سلبت حريتهم بسبب ممارسة حقهم في الإعلام وهي المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية وحق التجمع والتجمهر يعني إلى آخره المضمونة بالمواد إلى آخره. إذن ينكر ولا ما ينكرش هذا لا يغير في هذه القرارات، خاصة وأنا أقول لك الخصوصية الفريق العامل إلى آخره هي أعطى المهلة للدولة الجزائرية جاوبت، يعني مثلا قضية فراح وقضية بن جامع الدولة الجزائرية كانت عندها الإمكانيات وجاوبت، يعني جاوبت سيتان بروسي كونتراديكتوار، يعني عندها دافعات وكانت عندها يفترض عندها الإمكانيات وعندها قضاة وعندها محامين وأساتذة وكذا ودبلوماسية إلى آخره، وفصل أشخاص تتكون هذه الفريق من خمسة خبراء إلى آخره ما عندهم أي علاقة مع لا مع الضحية ولا مع الدولة إلى آخره، وفصلوا وقت يعني بحجية يعني النارغيمونتير إلى آخره، وقالوا إلا لو دوا إيزون دي لو دروا، ما داروا لا سياسة لا والو، إيزون دي لو دروا، وبالتالي تبقى أنه ينكر، هذا هروب من الأمام، عوض 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 أن يراجعوا صراحة إلى آخره. وهذه في الحقيقة هذا ليس فقط لبن جامع ولا فلان ولا فلتان، أنه لابد من إعادة النظر في التشريعات الجزائرية هذه لتحميهم هما، أنا أقول لك صراحة وموش من باب التشفي، يا يعني هما كيتاح بهم يحكموهم يضربوهم بالكف، كاين معلومات يا أخي، يتعرضوا للمضايقات، يتعرضوا لانتهاك لحقوقهم، هي حقوقهم تتعرض لانتهاك، سواء على الأقل يخلقوا تشريعات تحميهم على الأقل في مستقبل هما، يعني هذا قصدك بالضبط. دولة القانون سليم سيني بازا لوكس، ماهوش لوكس، هي ضرورة ما نقدرش نعيش المجتمع المدني، الحياة المدنية ما تقدرش تعيش إلا وفق لقواعد قانونية صلبة تحمي الحريات، تحمي حرية الجميع إلى آخره. يعني لنفترضوا هو شقي يعني ابنه نجل الذي اعتقل واتهم إلى آخره، هو انتهك حقوقه، لم يستعين بمحامي اثناء عندما تم استجوابه امام الضبطيه القضائيه، وانتهك حقه في الدفاع. وانتهك عندما المده، مانيش عارف انا مانيش طالع الملف تاعه، ما عنديش مده تاع توقيف تحت النظر، هو عنده الحق يطعن في مدى قانونيه التوقيف تحت النظر، سكون ابل لوهابياس كوربيسي، هو منصوص في الماده 9 فقره 4 من العهد الخاص الى اخره. اذا يعني حتى ابنه هو انتهكت حقوقه، لماذا لا تراجع؟ لماذا لا تراجع؟ وهنا قلناها من وقت سهل، شوف صراحة كنت في حصة مع زمال طالب، ما زالت لي دقيقة فقط ليك، يعني لو تعطينا الملخص يعني دقيقة. شوف الملخص أنا بغض النظر أن هذه الآراء لأن فيها دي ريكومونداسيون، فيها توصيات العمل يعني انتهى وفريزا، ولكن العمل يبقى للأحزاب السياسية، أنا نقولها للأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أن تستغل هذه القرارات والتوصيات وتضع مذكرات، لأن الأحزاب السياسية الدور تاعها ليس خاصة المعارضة ليس فقط الانتقاد وليس فقط الكلام الجميل إلى آخره إلى آخره، ولابد من 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 تكون قوة الاقتراح وتقدم مذكرات. الآن على مستوى المجلس الوطني الشعبي معروض عليه مشروع قانون أو مشروع تعديل قانون إجراءات الجزائية اللي هو لا يتماشى مع الحد الأدنى من الحقوق المعترف لها دولين إلى آخره، كان على الأحزاب السياسية وعلى اتحاد المحامين الجزائريين أن يقدموا يستمدوا من هذه القرارات على الأقل 12 إلى ما خطنيش ذاكرة، يعني 12 شقيق فيها كثير من القرارات، وهي تقريبا إذن إيدنتيفي حددوا ما هي أسباب الاعتقال التعسفي في الجزائر وما هو المش متوافق، يعني مجرد مذكرة تستمد أن هناك انتهاك حق دفاع يستلزم وضع حق أن الشخص يستعين بمحامي أمام الضبطية القضائية بعد الاعتقال، ما هوش بعد 48 ساعة أو بعد إلى آخره. إذن هي مجموعة من الحقوق، وهنا في الحقيقة علاش هي فائدة؟ لأن حتى الأحزاب السياسية
بمجرد أنها تبدأ تحرر هذه المذكرات اقتراحية هو التمرين لممارسة السلطة، لأن السلطة في حقيقة الأمر هي التشريع، يعني السياسات هي التشريع مش لصلحة الحكومة، وبالتالي تعطي الانطباع للجميع أن الأحزاب السياسية ليس فقط الانتقاد وإنما كذلك هي قوى الاقتراح وتقترح مستندة على حجج دامغة. وأرجو أرجوهم نعم أرجو أن هذه الأحزاب تستمع إلى توصيات الأستاذ فيان شويتر في هذا الشأن، وهي يعني في الصميم فعلا. نخلي لك الدقيقة الأخيرة ليك الأستاذ مصطفى بن جامع حول نقطة معينة، يعني أنت تم اعتقالك ويعني تم انتهاك حقوقك كما قال كثير من المحامين كانوا معاك، لكن ما شفناش التضامن الصحفي مع مصطفى بن جامع كما كان إلا ثلة قليلة، يعني هل من كلمة حول هذه النقطة، لأنه هي نقطة أيضا تدخل في النقاش الليلة في دقيقة رجاء؟ يعني ما نلومش على الصحفيين اللي ما تضمنوش معايا، لأننا نعرف كلنا نعرف الأسباب اللي منعتهم أنهم يتضامنوا. اليوم الصحفي أصبح مكبل اليدين، لا يستطيع القيام بأي عمل صحفي حقيقي. شفنا بعض الصحفيين لرار فئة قليلة جدا من الصحفيين الذين أرادوا القيام بعملهم رغم الخطوط الحمراء التي وضعها النظام الجزائري، والذين وجدوا أنفسهم يقبعون بالسجون أيضا. يعني ما نلومش على الصحفيين اللي يخافوا، لأن الخوف شيء طبيعي وما نقدروش نلزم أي شخص أنه يكون عنده شجاعة مفرطة أو شجاعة زائدة. أنا كنت أقصد مئات الصحفيين الذين لم يتضامنوا، ليس خوفا بل لأنهم يعتقدوا أنه فعلا أنتم مكس سجين رأي، يعني موافقين تبون، يعني أن الأمور تخبرج. أيضا هناك كان هناك العديد من المغالطات، أيضا كان هناك العديد من المغالطات، يعني غلطوا للرأي العام سواء كانوا صحفيين أو غيرهم، فهموهم باللي قمت بتهريب أمير أبو راوي، يعني هذا أمر يعاقب عليه القانون الجزائري أو قانون دول أخرى أيضا، يعني ربما غلطهم. لكن مثلا منظمة مراسلون بلا حدود قامت بتأييد رأي رئيس الجمهورية، عوضا أنها بصفتها منظمة غير حكومية تقوم بحماية الصحفيين وحقوقهم وحرية الصحافة، لم تقوم بدورها في الجزائر، حيث أن مثلا ممثل مراسلون بلا حدود قام بمناشير وتصريحات تؤيد يعني تصريحات رئاسة الجمهورية وغيرها من تتحدث عن خالد راني، يعني زميل خالد راني. نعم خالد راني، أقصد خالد راني الذي قال بأنني لست معتقل رأي، وأن اعتقالي ليس لأسباب تتعلق بمهنتي كصحفي، إلا أنه حقيقة بالنسبة للملف الأول اللي هو قضية أمير أبو راوي، حتى القضاء الجزائري لم يستطع أن يثبت أنني أنني لي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخروجها من تراب الوطن. بالنسبة للقضية الثانية هي قضية صحفية بحتة، لأنه تمت إدانتي بسبب كتابة 54 مقال مع مؤسسة صحيح أمريكية، وأيضا بالنسبة لتعاملي مع صحفي الجزائري المقيم بالخارج عبدو سمار، عبد الرحمن سمار والجيري بار، الذي بعد أن قمت بعمل صحفي بالنسبة لفساد في مؤسسة وطنية اللي هي أصفر ترايد فيليال تاع سوناتراك، تم اتهامك بتسريب هذه المعلومات. نعم المعلومات الإضافية. نعم شكرا لك. راح نعود لهذه القضايا أكيد مصطفى. قضية مراسلين بلا حدود
أيضا موضوع جميل أن يفتح للنقاش أيضا وعملها خاصة الفرحة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، لما لا يعني كانت مزات كثير من الأسئلة لكن الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى بن جامع صحفي الجزائري، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من مدينة عنابة شرق الجزائر. الشكر موصول ليك الأستاذ سفيان شويتر المحامي والخبير في القانون الدولي، نستفيد دائما من آرائك حول في هذه القضايا، كنت ضيفنا عبر خدمة سكايب من مونريال بكندا. مشاهدينا الأعزاء أشكر الفريق التقني الذي عمل معي في هذه الحلقة، والشكر الكبير لكم أنتم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت مع حلقة أخرى من برنامج في العمق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.